نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات اللي شهدت الدفع ب 13400 اسطوانة بوتاجاز إضافية لتلبية احتياجات المواطنين في محافظة الجيزة، وتمركز حوالي فرق 100 مليون صحة أمام المساجد لفحص المواطنين بمحافظة الإسماعيلية. معنا كمان إقبال على زيارة جبال الملح في بور فؤاد خلال أيام عيد الفطر، وطوارئ مستشفيات جامعة سوهاج استقبلت 702 حالة وأجرت 110 عملية خلال العيد. أخبار تانية في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار، أبرزها أن محافظة الجيزة أعلنت توزيع اسطوانات البوتاجاز الإضافية بعدد من المراكز لتلبية احتياجات المواطنين، وتم الدفع بحوالي 13400 اسطوانة بوتاجاز بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر والصف وأطفيح وأبو النمرس وكرداسة والعياط ومدينة أكتوبر، وده بسيارات توزيع اسطوانات البوتاجاز لتغطية كافة القطاعات بالمراكز والمدن. وشملت الجهود أيضا تخصيص 1600 اسطوانة بوتاجاز لتوزيعها على المناطق شديدة الاحتياج. محافظة الإسماعيلية شهدت تمركز الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وتكثيف تواجدها أمام المساجد وبالحدائق والمتنزهات وفق خطة التأمين الطبي خلال أيام العيد، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل على حزمة المبادرات الرئاسية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي. جبال الملح بمدينة بور فؤاد شهدت خلال أيام عيد الفطر إقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، وأبدى زوار بور فؤاد سعادتهم لزيارة جبال الملح وقضاء وقت ممتع على الجبال والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، بعدما تحولت منطقة الملاحات لمزار سياحي واكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة، واللي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية بمحافظة بورسعيد مؤخراً. جامعة سوهاج أعلنت أن عدد الحالات اللي ترددت على قسم استقبال الطوارئ خلال عطلة عيد الفطر المبارك بلغ 402 حالة، مع إجراء عدد 110 عملية جراحية أيام الأول والثاني والثالث من أيام العيد، وده في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم خدمات علاجية ذات جودة لتقليل قوائم الانتظار. مركز المطامير ومركز أبو حمص في محافظة البحيرة تم فيهم افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة إجمالية تتجاوز 6 مليون جنيه في إطار حرص الدولة على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. كلية الطب البشري بجامعة بنها وقعت اتفاقية تعاون مع جامعة شيان الطبية وجامعة شمال غرب الصين، وبيأتي ذلك في إطار سياسة جامعة بنها نحو الانفتاح على جامعات العالم المرموقة بالتخصصات العلمية المختلفة لتعزيز ملف تدويل الجامعة، وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي اللي بتتضمن أحد محاورها الأساسية المرجعية الدولية. مدينة سانت كاترين أقبل عليها عدد كبير من السائحين من مختلف دول العالم بالإضافة للزائرين المصريين من مختلف محافظات مصر لزيارة ملتقى الأديان السماوية والمناطق الأثرية والسياحية وتسلق جبل موسى، وبلغ عدد من زاروا المدينة الجمعة 728 سائح وزائر بيمثلوا كافة أطياف المجتمع وبعض الدول الأوروبية والأسيوية والعربية، ومن بينهم 378 من المصريين والرحلات المصرية اللي بتنفذ خلال أجازة عيد الفطر المبارك.